تزدان الشوارع هنا بصور المقاتلين مذيلة بعبارات النصر والتوعد بالانتقام. هنا مار نراس، لا رايات تعلو هنا فوق رايات حزب الله وإيران. لا تشبه البلدة المطلة على العمق الإسرائيلي جاراتها. لمارون كما يشير إليها الجنوبيون تاريخ من المواجهة وقصص لا تنتهي في الحرب مع إسرائيل. مارون راسي أحد القلاع، يعني قلعة من هالقلاع على امتداد الشريط المواجهة مع الاحتلال، عرفت كيف؟ وهي منطقة استراتيجية بطبيعتها الجغرافية، منطقة استراتيجية، عرفت كيف؟ دائما يرنو العدو إلى الاستيلاء عليها أو إضعافها بالحد الأدنى، وهي أحد نقاط عبوره إذا ما نشبت حرب قادمة مع العدو الصهيوني. في الأول من أيلول سبتمبر من العام الماضي تحولت الأنظار مجددا إلى البلدة، إذ نفذ حزب الله من هذه البلدة عملية إطلاق صواريخ كورنت باتجاه إسرائيل ردا على استهدافها لضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب بطائرة مسيرة. مجددا اليوم تعود البلدة كغيرها من قرى الجنوب ذات الرمزية العسكرية إلى صدارة الاهتمام. أعلى تلة في هذه المنطقة ارتفاعت 943 متر عن سطح الأرض. بال2006 تمكنت المقاومة الإسلامية من ظهور عين إبل أن تعطب 8 آليات للعدو الإسرائيلي عندما حاول الدخول إلى مارون الراس، ولكن عندما احتل مارون الراس سقطت أمامه بنت جبيل والخيام وسائل الخيام كاملة. يتخذ حزب الله اليوم هنا إجراءات غير اعتيادية يمنع من خلالها الوصول إلى نقاط متقدمة من السياج التقني والخط الأزرق. لا يبرر الحزب الإجراءات هذه سوى بأن المنطقة أصبحت عسكرية وممنوعة على المدنيين. وعليه قد يتكرر مشهد العمليات السابقة اليوم، فالبلدة تشكل قاعدة لوجستية لتنفيذ أي من السيناريوهات المطروحة كرد وسط مخاوف من جر البراد إلى حرب مفتوحة. جيس الحشخوري العربي من بلدة مارون الراس الحدودية.